طيب تعال نقول يعني ايه فرصه محققه لتسجيل هدف. بنوضح هذه الفرصه المحققه ليها معايير يا كابتن علاء. لو جبنا الحاله وهنقف شويه، محمد طاهر هو رايح فين؟ ايه هي معايير الفرصه المحققه؟ انفراد. الانفراد. اولا عندنا اربع معايير. رقم واحد، بنتكلم على المسافه ما بين المخالفه والمرمى، يعني بس لو جبنا الحاله ونقف بس ونشوف عشان نصحى. المسافه ما بين المخالفه اللي تم ارتكابها مع طاهر يا كابتن هاني والمرمى، تمام؟ عندنا الاتجاه العام للعب، هل هو فعلا كان في اتجاه رايح للمرمى ولا مفيش؟ المرمى ولا رايح ولا لا؟ صحيح. رايح. مظبوط. طيب عندنا حاجه ثانيه اسمها امكانيه الاحتفاظ او السيطره على الكره. هل طاهر كان عنده امكانيه يحتفظ ويسيطر كابتن بلال؟ كان عنده. عندنا كمان حاجه اسمها عدد وتمركز المدافعين من خلال الحاله. لو طبقنا الاربع اعتبارات هنلاقيهم ان فعلا طاهر رايح انفراد، اخر مدافع مش قريب منه ما قدرش ان هو يلحقه، مواجه تماما للمرمى، المسافه كانت مسافه قريبه جدا ما بينه وما بين المرمى. هي دي الفرصه المحققه. بنقول تاني لما بيجي يحسب الحكم ركله جزاء، لو في محاوله لعب والحكم حسب ركله جزاء، هنا بيدي بطاقه صفر، بتنزل العقوبه من الحمراء للصفراء. لما بيكون ما فيش مخالفه، ما فيش لعب، بيبقى فيه مثلا شد او سحب او او او, أو دفع، هنا الحكم لابد ان هو يحسب المخالفه ويدي البطاقه الحمراء. خلي بالك الحكم هنا بعيد عن الحدث يا كابتن هاني، ودي مشكله كبيره جدا، تقريبا ما بين 25 ل 30 يارد. يعني هو كان على الدايره والاوفر بيتعمل في ال 18، انت حتى لو انت عندك سبرنت بير مش هتلحق تواكب الحدث ومش هتقدر تشوف التفاصيل بتاع الحدث. انا بشيد برضوان جيد. شوف هنا كابتن الحكم تقريبا على الدايره، مسافه بعيده، مسافه، وخلي بالك الكره هنا والايد هنا، تفاصيل اللعبه هو مش فاهمها كابتن علاء، وبالتالي هو ما حسبش. صح. وبالتالي هو ما حسبش. هنا تدخل الفار، وبنقول ايه البروتوكول امتى يتدخل في المخالفات الواضحه الظاهره الغائبه عن الحكم. هنا بحيي رضوان جيد، يعني عنده جراءه كبيره جدا جدا، هو اللي جاب الحكم وقال له تعالى شوف الحل. هنا ببص هنا نلاقي ايه، هنا في سحب زي ما بنقول، وهنا في ركله جزاء، هنا البطاقه الحمراء وجوبيه لهذه الحاله، وبالتالي هو لما راح الحكم وشاف الفار تاكد ورجع احتسب مخالفه لجزاء. البعض بيقول الكلام ده ليه؟ للبعض يقول لك هو هنا اصل العقوبه المفروض انذار. لا، مفيش انذار، احنا جبنا القانون وجبنا الاعتبارات بتاعه الحاله، وبالتالي بشيد بيه رضوان جيد، وايضا بيه اليوم، لان هو ما كبرش كابتن علاء وما راحش وقال لا مفيش مخالفه، لا رجع. هو ده التحكيم الحديث، وهو ده التعاون ما بين حكام الفار وحكام ميدان اللعب. تحقيق العداله مهم جدا من خلال طاقم التحكيم سواء في الملعب او في الفار.